قال الشيخ رحمه الله: باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة كما قدمنا قبل قليل، ذكر العدد في المتون يفيد الحصر. قال الشيخ: وهو سبعة، أحدها انتقال المني. عندنا قضية انتقال المني هي يعني شيء دقيق، أن الإنسان إذا جامع أو استفرغ هذا المني فشعر بانتقاله من الصلب إلى القضيب، هذه العملية بحد ذاتها إذا شعر فإنه تجب الوضوء الغسل سواء خرج أو لم يخرج، لذلك اشترطنا له فأحسه. لذلك قال الشيخ رحمه الله: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. إذن موجب الغسل الأول عندنا انتقال المني. رجل انتقل المني وشعر به لكنه حبس هذا المني فلم يخرج، فقام فاغتسل، فلما شعر المني بحرارة هذا الجسد وتحرك هذا الجسد بسبب الغسل خرج، فنقول فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأن الموجب واحد. ثم قال الشيخ: الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحو. عندنا تدفق المني، المني يخرج عادة بشدة وتدفق مصحوبا بلذة، هذا مني الرجل. فالشيخ اشترط ماذا؟ خروج المني من أين؟ من مخرجه. إنزين، لو خرج من الصلب لا يوجب الغسل. إنزين، خرج المني لونه أحمر كلون الدم أو هو دم، فنقول كونه توفرت فيه شروط من مخرجه دفقا بلذة أوجب الغسل. إذن ويشترط أن يكون هذا الخروج بلذة. أما النائم وهو ما يسمى بالاحتلام فإنه يوجب الغسل، لأن النائم لا يشعر بلذة ودونها، ما لم يكن نائما ونحو كإغماء وجنون وسكر. قال الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها. عندنا قضيب الرجل مكون من طبقات، الرأس هو الذي يسمى الحشفة، فلو أن إنسان نسأل الله العافية قطع هذا الرأس، فنقول قدره مما بعده، فإذا غيب ما بعده بقدر الحشفة دخل في الحكم الذي سنقوله الآن. تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حال، إذن اشترط أن يكون بلا حال. في فرج ولو دبرا، إذن نشترط أن يكون الفرج، هنا لم نتقيد بفرج آدمي، كل فرج أولجت ذكرك فيه يوجب الغسل. قال الشيخ: تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يوجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. عندنا في المذهب ابن عشر يجامع مثله، بنت تسع يجامع مثلها. هذه الأحكام تتعلق لو أن رجلا أولج ذكره في فرج بنت ست سنوات، فنقول فعلك هذا لا يجوز ولا يوجب غسلا. طفل عمره 8 سنوات أولج فرجه في امرأة، فنقول لا يوجب الغسل لأن مثلك لا يطأ. قال الرابع: إسلام الكافر ولو مرتد. لو أن إنسان دخل في هذا الدين العظيم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول عليك الغسل واجبا. الخامس خروج الحيض، وهو الدم الذي تخرجه المرأة في كل شهر. السادس خروج دم النفاس، وهو الذي يخرج عقب الولادة. ثم قال شيخ رحمه الله: الموت، وهو السابع. والموت عندنا يوجب الغسل تعبدا، لا نعقل هذه العلة التي من أجلها أوجب الغسل لأنه ليس حدث. ثم قال الشيخ: فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجب، يعني رجل وهو في الجماع اغتسل، نقول لم ينقطع ما أوجب عليك الغسل، انتهي من جماعك ثم اغتسل. أو أن امرأة وهي حائض تريد أن تغتسل للحيض، نقول لا يصح لأنه لم ينقطع الموجب أي الذي سبب لنا الغسل. قال الشيخ: الأول انقطاع موجبه، والنية والإسلام والعقل
والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله. طبعا عندنا الإزالة أنك لا يكون هناك طبقة شمعية أو مانعة في جسمك تمنع وصول الماء، هذا بالنسبة لموجبات الغسل أو آسف شروط الغسل. قال شيخ وواجبه التسمية، قلنا أن في باب الطهارة التسمية واجبة، التسمية واجبة. قال وواجبه التسمية وتسقط سهوا، أي شيء واجب يسقط سهوا. قال وفرضه، الآن كيفية الغسل، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه. لاحظ كلمة جميع بدنه، يعني لا يأتي الإنسان تحت الماء ويجعلها تنسكب عليه كأنه يقول أنا عممت بالماء، لا، هناك أماكن لا يصلها الماء مثل المغابن، الإبط، وبين الفخذين، وطي الركبة، وباطن السرة أو ما بين الإليتين، لا بد أن تتحقق من وصول جميع الماء إلى جميع البدن. من أهمل فغسله غير صحيح، وبناء عليه عبادته ليست صحيحة. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ. عندنا المرأة والرجل، كل ما يظهر من جسمك يجب أن يغسل. فالمرأة إذا جلست على حاجته هناك أشياء تبرز بعد أن كانت خفية، هذا حكم الظاهر يجب غسله. عندنا المرأة والنساء لهن الشعر، فالشعر مرات قد يجمع فيوضع خلف الرأس بشكل شيء يمسكه، هذا يسمى القعاص أو ما شابه ذلك. فنقول في الحيض والنفاس لا بد من أن يترك الشعر على حاله ويغسل ما الباطن. أما الجنابة فهذا لا يضر وجوده، اغسلي أهم شيء باطن الشعر. أظن بالإسباغ لأن الإنسان يعني يحتاج إلى أن يكون الماء قليلا، فأهم شيء أن يظن أنه قد وصل إلى درجة الغسل الكامل. الآن سنن الغسل، قال وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى. الوضوء قبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإزالة لأن الإنسان قد يكون مسك فرجه أو ما شابه ذلك، أو وقع المني في جسمه فيزيل هذا الذي تلوث، وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد حتى يتيقن وصول الماء، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وهكذا فعلها صلى الله عليه وسلم، تناحى عن مقامه فغسل رجليه. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. هذه قضية، أنا على جنابة ونويت غسل الجمعة، كلاهما يرتفع. قال وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. هذه قدمناها في باب النية بالأمس، وهي نوى رفع الحدث، نوى ما تجب له الطهارة، نوى ما تسن له الطهارة. يعني الآن نحن المذهب لو نوى غسل الجمعة كان عليه حدث. نعم، عندنا لو رجل على جنابة يوم الجمعة اغتسل للجمعة يرتفع الحدث، ما تجب له الطهارة؟ صلاة الجمعة تجب لها الطهارة أم لا؟ لا تجب له الطهارة أم لا؟ لأن الصلاة هي، إذن صلاة الجمعة تجب لها الطهارة، يسن لها الغسل. أنا على جنابة ونويت غسل الجمعة ناسيا أن علي جنابة، يرتفع الأمران. الذي عندنا في المذهب لو أن رجلا ليس على طهارة، ليس على حدث أكبر، ونوى غسل الجمعة ولم يتوضأ، لا يصح رفع الحدث، لا يصح، لأن عندنا لا بد أن يكون فيك الأمران، فيك حدث أكبر وتريد غسلا مسنونا. نعم. الآن يقول الشيخ هذه آداب عامة في الوضوء والغسل. قال ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي، ووقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بالصاع. المد اجتماع اليدين، والصاع أربعة أمداد.
قال: وهو 5 أرطال و3 بالعراقي و10 أواق و7 بالقدسي. ويكره الإسراف للإسباغ بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. المسجد في السابق كان قطعة عن أرض ترابية، إنما هو بناء ساق حائط وسقف، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يغتسل في المسجد دون أن يؤذي الناس ودون أن يلوث فهذا جائز. يقول الشيخ: وفي الحمام يجوز الاغتسال في الحمام بشرط ماذا؟ إن أمن الوقوع في المحرم، يعني لا تنكشف عورته أو لا يرى عورات الناس. فإن خيف، يعني قال: أخشى إذا ذهبت أن أرى، يكره. إذا تيقن يحرم، وإن علم حرمه.